الموجز الرياضي من WBC الأوراس، أهلا بكم. بداية بأخبار محترفينا، أين يواصل الدولي الجزائري أسامة درفلو عروضه القوية في الدور الهولندي ويسجل لسادس مرة منذ بداية الموسم، حيث يعيش هداف اتحاد العاصمة سابقا أفضل أحواله، وهو ما يفتح له باب العودة للمنتخب الوطني مستقبلا. أكدت تقارير صحفية قريبة من نادي الشباب السعودي أن هذا الأخير قدم شكوى ضد بن عميري المنتقل حديثا إلى ليون فرنسي، مطالبين اللاعب بتسديد مبلغ 500,000 دولار حق النادي من انتقاله إلى الدور الفرنسي. محليا من اتحاد العاصمة، حيث حسمت إدارة مجمع ساربور مستقبل الدول السابق عنتر يحيى في مستقبله على رأس النادي، وقررت الطلاق بالتراضي نتيجة للوضعية الصعبة التي يعيشها الفريق. إلى شبيبة القبائل، أين حط الرحال النادي إلى اليامي بالنيجر وسط ترحاب كبير من طرف ممثل السفارة الجزائرية بالنيجر. دولياً، المدافع النمساوي ديفيد ألابا يقترب من ريال مدريد والبافاري يفقد الأمل في التجديد له. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز الرياضي، نلتقي مجدداً. سلام.